شو اجينا على تنسي نسوي؟ والله واحد اثنين راح ندب انا وياك. احنا نزلنا هون بتنسي باوتيل، بس هل راح نضلنا طول الوقت قاعدين باوتيل؟ اكيد لا. القرار المجنون اللي اخذناه والقرار الصح والمهم انه احنا قررنا نشتري ارض بتنسي ونبني عليها بيت لحالنا لحالنا. ما بعرف شو ممكن نسميه، بس بيت مزرعة، عزبة. هون بأمريكا بيحكوا له هومستد. هومستد هو المكان اللي الناس تعيش فيه بتحاول تكون سستينبل، يعني أو عندها اكتفاء ذاتي، تنتج ميتنا، كهربتنا، أكلنا. لحتى يصير هذا الإشي صح، إحنا كنا لازم نلاقي أرض، ومش بس أرض، بدنا نلاقي مكان نسكن فيه. بدنا نشتري شو اسمه؟ الRV. بدنا نشتري RV اللي هو مقطورة سكنية أو الترافل تريلر. اللي ما بعرفه رح يشوفه كمان شوي يفهم شو هو. الناس بيستعملوه بالإجمال للسفر، بس إحنا رح نستعمله إنه نبني بيت وإحنا عايشين جواته. ورح تشوفوا معانا بالتفاصيل كيف رح نبلش ندور على أرض وعلى RV، وهل ممكن إنه نقدر نلاقي هذا الإشي خلال أسبوع واحد. وللعلم، من قبل ما نطلع على كاليفورنيا إحنا محضرين قائمة طويلة عريضة بالأراضي اللي عجبتنا ومن ضمن البادجت تبعنا وبالأماكن اللي إحنا حابينها. وهون بلشت رحلة البحث عن شغلتين، أرض والRV. هاي يوم جديد وطلعة جديدة. اليوم رايحين نشوف على الجهتين، RVs وأراضي. في أرض حلوة كتير بعيدة عنا ساعة زمن. الفكرة إنه سعرها شوي أعلى من البادجت تبعنا، بس بدنا نشوف إذا is it worth it. على الصور طبعا الواحد بيشوف أشياء حلوة، ما بعرف بس يوصل كيف بتكون، ممكن تكون أحلى من الصور. هلا ببين معانا. Is that you behind me? Yeah, hello, hello. Hello. هذا مش معبد مبدئيا، بيس يعني كورس يسموه، اي ثينك، او رافت رود يسموه، او رافت رود. ان شاء الله يكون بس في فيو حلو. لا منطقه جديده وقاعدين عم بجهزوا فيها، لسه الطبيعه ما حدا لمسها فيها زي ما هي، بس قاعدين عم بفتحوا طرق وبيبيعوا الاراضي للناس وكل واحد بيسوي اللي بده اياه. Continue on Crestview Drive for half a mile. طب انا عمين ارد على على جوجل ولا على الريلتور؟ ارد على الريلتور اللي تبعك. غرزت السياره تبعت الريلتور. لا شفنا على الطين بقلب قوي، شفنا الارض ان شاء الله. هاي الأرض. يعني الواحد بحس حاله بالغابة. عم نفيك الأرض، كتير عميقة، منحدر يعني نوعا ما الجهة الثانية منها. كبير نزول، كبير نزول، يعني كبيرة الأرض فيها شجر حلو، بس كتير نزول وكتير شجر، بدها كتير شغل عشان الواحد يقدر يفضي مساحة.
المفروض انها ما تكونش كثير نزول، لانه هم كانوا كاتبين انها رولينج. المفروض انها رولينج مش ستيب. جهه ثانيه احلى، بس هاي جهه ثانيه مش هاي ارض ثانيه بجوز مش للبيع. بابي هذا ستيك ان كيس اوفيل قام هناك. هاي الارض الثانيه طبعا على الفيديو كلياتهم بيشبهوا بعض، كلهم زي بعض، بس هاي التوبوغرافي تبعتها احلى. هاي اصغر بكتير من اللي احنا شفناها، بس التوبوغرافي احلى، فلات اكتر. الاراضي اللي عم نشوفها مختلفة، وكل ارض فيها شي بيعجبنا وشي ما بيعجبنا. اكتر شي عم نركز عليه الموقع، قديش بعيدة عن الخدمات، مساحة الارض، السعر أكيد، والناس اللي بالمنطقة. كل أرض عم نشوفها فعلياً أخذت منا جهد ووقت طويل، بين بحث على الإنترنت، تلفونات مع المندوبين، وإيميلات لنوصل للتفاصيل. بس عشان ما نطول عليكم عم نعطيكم الخلاصة. شو رأيك؟ حلوة، يعني أحلى من اللي قبلها. من أي ناحية أحلى؟ إنها جبلية؟ إلها جبلية، بس كمان بنفس الوقت ممكن يكون إلها فيو. ممكن هاي إذا بتخفف شوية شجر بصير في فيو بيهبل، بصير في إلها مفيف، بصير إشي كتير حلو، منظر حلو. بس بنفس الوقت مش عارف الواحد ضيع كم من دونم من الأرض يكون هيك كتير هون تحت، يعني مش وعري نزول قوي لتحت جاي. Let me show you where we're at on the map so you see. We're not even a third, we're not even nearly a halfway back. Where are we? We're the blue dots. طلع اليوم على RVs. في كتير خيارات. في RVs صغيرة، كبيرة. في أشياء ضخمة. كل إشي له سعر، وكل إشي فيه options شكلها. شو جايين نسوي؟ ندور على RV. محل الثالث. شكله عنده good collection هذا. شكلهم مش بالبادجت. في حدا طيب نحكي معاه؟ Facing you out, that's true. Now I get butterflies just thinking about your eyes, and that can't be all bad. Things came up, things went down. Maybe turn back around. My spider saying, screaming that I'm mad. A big storm blew up. A hurricane right in my coffee cup. Carried me far, far away. And that's why I couldn't make it today. To a coffee shop date. بديت سريع. مع انه الخضار كتير حلو، الطبيعة كتير حلوة، بس نحنا في عنا بس 3 ايام،
نلاقي فيهم أرض ونلاقي فيها RV، لأنه بعد 3 أيام نحن لازم نطلع من المكان اللي إحنا فيه ومعنا وقت قليل. يعني ما بعرف قد صراحة ممكن تكون المهمة منطقية لناس جداد على الولايات وجداد على الولاية اللي اسمها تينيسي، جداد على شراء الأراضي وجداد على شراء الRV. لأنه أنا هلا اليوم بتطلع ورا وعم بحكي إنه مش منطقي. مش منطقي لكن بنشوف وين ممكن توصل فينا الأمور. Things come up, things go down, make me turn back around. My spider sense screaming that I'm mad. A big storm blew up, a hurricane right in my coffee cup. اليوم قررنا نستمتع بيومنا. شغالين من الصبح طبعا، ولكن قلنا نريح المساء، مع انه مش وقت للراحة ابدا. بكرة بيخلص الاقامة تبعتنا بهذا الاستوديو، بتنتهي ولازم نلاقي اشي تاني نروح عليه، وقاعدين عم ندور وين احسن اشي نروح عشان نقدر نكون قريبين اكتر من الاراضي اللي بدنا ندور عليها ومن الRVs. طبعا اليوم كان واحد من اصعب الايام بالنسبة لنا. هو أول مرة منحس بهذا الشعور من لما سافرنا. إحنا كنا عارفين قبل ما نطلع إنه الواحد لما يبعد عن العيلة مش راح يكون سهل عليه، بس ما حسينا فيها مظبوط إلا اليوم. ليش؟ لأنه وسون عم تتجوز هذه، هلا بجوز أواخر الحفلة. أول يوم منحس بالشعور الصعب هذا، بس الله يهنيهم، مبروك وسونة، we love you، وإن شاء الله على العرس القادم بيكونوا إحنا بنكون موجودين معاهم. بدنا نتسلى، بدنا ننبسط، بدنا نعمل ستيك، بدنا نشوي بالجو الحلو كتير هاد، و نشوف كيف بكرة رح يكون. إن شاء الله بكرة يكون أحسن.